الحكم فاسد، الناس كلهم فاسدين، يعني كلهم يعني كلهم. طيب حل لي هالمشكلة وأنا سقفكم، أنا سقفكم الفولاذي. طب لو شكلت الحكومة في مساعدات مالية سريعة ستأتي برأيك فخامة الرئيس؟ أنا أوكي. ما فيك تحطني أنا ضامن للكل اللي بده يصير. أنا بضمن حالي قلتني أنا وطالع ما بتفركش على الدرج بتكسر راسي. ما هي الإجراءات الاقتصادية والمالية الأولى الواجب اتخاذها بعد تشكيل الحكومة؟ الأولى فورا لكي يطمئن الناس. عودة المواطنين إلى بيوتهم حتى ترجع دورة الحياة تشتغل طبيعيا بلبنان. بالإعلام، اقتصاد، بالأخبار، بالكاركتر أساسينيشن، الدولار مش مفقود من لبنان، بس عم تشيلهم من الودائع للبيوت. هيدي اللي بتخرب الدولارات تحت المخدة هيون، لأنه ضربوا حقوق 3.5 ملايين 4.5 ملايين لهم حق حرية المرور والتنقل. مصرياتهم مضمونين وراح بيوصلوا لهم كاملين وراح فينا نعالج هالأزمة. فهمنا مشاكلكم، فهمنا مطالبكم، عندنا استعداد نصلح كل شيء خطأ، بس ما تقضوا على لبنان بسلوككم بقى. انت عم يضرب الوطن بالخنجر، هيدا ما بتصير محل بالعالم. فخبت الرئيس في ناس شو بدنا بالثورة ما رح نروح اذا ما نكمل زت تراب بالشارع، واليوم اضراب، واليوم تطويق مركز رسمي او مدرسة او لا، هيك بيكونوا عم يقضوا علينا البلد. وكان فينا نستعمل القوة والعنف، طلينا نعالجها على الرأي، وبلش الصدام بين المواطنين وبين الواقفين على الحاجز، وكلتنا شفنا نماذج، وكان هالشي راح بيكبر حتى قنعوا ضبضبوا حالهم وراحوا على غير موضوع. خلصت المواجهة تبعهم هني، بلشت المواجهة تبعهم مواجهة الآخرين. هلأ بدأت أنا عم بقول لهم ضلكم دعمونا، إذا ما في عندهم أوادم بهالدولة يروحوا يهجروا. لا أنت صاحب روح هاجر.